بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحييكم من هنا من ميدان شحاني لسباقات الهجن ضمن تحديات هذا المهرجان السنوي، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث أن نبدأ في صباح هذا اليوم في أول أيام هذا المهرجان بتحديات سن الحقايق. مسافتنا هي 4 كيلومتر لنتابع مع أشواط الإنتاج والمنتجين. هذه الأشواط التي تحمل لنا منافسات سرعة سن الحقائق على مدى 4 كيلومترات. يعلن مشاهدين الأعزاء قبل لحظات انطلاقة شوطنا 9 من مجموعة أشواطنا في هذه الفترة الصباحية لنتابع مزيد من الإثارة والتحدي. نبدأ مباشرة مع مقدمة الشوط، مع المركز الأول الوافية في مقدمة الشوط، منطلقة بالمركز الأول مدشن افتتاح الإذاعة في هذا المسار، لمطيع بن دواس بن صالح العامر من يقدم لنا الوافية في هذا الشوط، بينما النقلة مع المركز الثاني وصلت مهذاب لمحمد بن علي الشراب. المركز الثالث، وتابع القدوم في هذه اللحظة، وصول وتحدي من عسيلة لزيد بن راشد بن زيد بن محسن بن انديلة. النقلة مع المركز الرابع، وصلت على رابع المراكز في هذه اللحظة الشاهينية لمتعب بن سطام بن سالم النشير المري من ينطلق على مستوى المركز الرابع. وفي خامس المراكز وصلت في هذه اللحظة مزون تصل في هذه اللحظات لجابر بن محمد بن حمد الدعية من يقدم لنا تحدياته وشعاره. على المركز الخامس، هذه نتيجتنا مع أول ندى، بينما الجائزة تويوتا كروزر بيكاب مقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط، بالإضافة إلى مادة الزعفران المنتظر. نتابع مسار وتحدي هنا على أرضية ميدان شحانية لسباقات الهجن عبر النقل الحي والمباشر بقناة الريان، وفي أجواء استثنائية مميزة على أرضية هذا الميدان وفي هذا المهرجان السنوي الكبير. عودة إلى مقدمة الشوط مع المركز الأول والمهذاب، مهذاب مع الصدارة والبداية، ولكن تابع التغيير اللي بدأ سريعا هنا في هذا الخطاف المميز والتحدي من اللي قاد مع عسيلة غيرت الموازين. انطلقت بالمركز الأول لزيد بن راشد بن زيد بن محسن بن انديلة، بدأ يقدم تحدياته، بدأ يقدم لنا عسيلة في المركز الأول، بينما المركز الثاني وصلت في هذه اللحظات، تقدمت مشاهدين الأعزاء عزمت عزامة في هذه اللحظة لسنيد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية من يقدم عزامة على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز اتحركت وانطلقت في هذه اللحظات مهذاب لمحمد بن علي الشراب من ينطلق على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز الاندفاع من مزون وصلت في هذه اللحظة، جابر بن محمد بن حمد الدعية قادم بتحديات، وصلت في هذه اللحظة انتزاع خطيرة قادمة على المركز الرابع في هذه اللحظة لصالح بن مسلم مطالب بن عقيل. وفي المركز الخامس اتحركت الحذرة لطالب بن صالح بن طالب بن عقيل، والشعارات واصلة، بدأ المزاحم وبدأ النزاع في الكيلومتر الأخير في تحديات هذا المسار مع الأجواء النهائية، ولكن البداية مقدمة الشوط. عسيلة بدأت مشاهدين الأعزاء بالإقلاع، انطلقت بالمركز الأول وبدأت تصنع الفارق لتؤمن الموقف هنا للوصول إلى الناموس والانتصار. هذه عسيلة في مقدمة الشوط، عسيلة مع الناموس مع الانتصار لزيد بن راشد بن زيد بن محسن بن انديلة من يقدم لنا تحديات، من يقدم لنا عسيلة في المركز الأول.
الأول. يا سلام على داء الكبير مع الأمتار النهائية. أعسيله 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 أعسيله، أعلنت الإقلاع نحو خط النهاية لتكون هي العلامة الفارقة وصاحبة ناموس هذا الشوط. زيد بن راشد بن زيد بن محسن بن الديلة، سلام 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 أعسيله سلام. لحظة الوصول إلى خط النهاية، تهانينا والناموس هذا أعسيله بطلة هذا الشوط وصاحبة السيارة، تهانينا والناموس واسعد الله صباحك. المركز الثاني من وصلت سما لمنصور بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري، والمركز الثالث المركز الثالث من وصلت مشاهدي الأعزاء لتحمل الرقم 43 بنوافيكم بمعلوماتها، والمركز الخامس أو المركز الرابع المركز الرابع من وصلت عزامة لسنيد بن علي بن سالم سنيد الدعية، وخامس المراكز المركز الخامس وصلت التماس لعبد المحسن بن عبد الله بن سعيد بن علي بو صلعة. ما شاء الله يا عسيلة صاحبة ناموس هذا الشوط. لنتابع لحظة الإعادة مع ملخص هذا الشوط، وهذه عسيلة مع التوقيت الزمني قطعت الأربعة كيلو متر في 6 دقائق و2 خمس أجزاء من الثاني. تهانينا لزيد بن راشد بن زيد بن محسن بن انديلة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار اللي قدم لنا عسيلة بتحديات هذا الشوط خاطفة سيارة هذا المسار. بينما المركز الثاني من وصلت سما وتوقيتها الزمني هو 6 دقائق و4 ثواني 8 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لمنصور بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري على فوز سما بالمركز الثاني. بينما ثالث المراكز وصلت على المركز الثالث وتوقيتها الزمني هو 6 دقائق 5 ثواني جزءا واحدا من الثاني. تهانينا والناموس مشاهدين الأعزاء لصاحب الحية أو معية، نعم، لعبد الله بن جابر الحنزاب اللي أخذت المركز الثالث. تهانينا والناموس.